السلام عليكم. دونك باش نشوف من بعد كيفاش نجوتيو فيديو ان بوست دو تيب فيديو، يعني ان ارتيكل دو تيب فيديو، باش نحطوه في الملتي ميديا فيديو. و او مام تان لان عندنا لان الكاتيجوري فيديو، لان يصرا في شي الفيديو في الشكل في الشكل هذا. دونك عندنا فيديو كبير لنا، ومن بعد يجيو لنا قرابه 3 فيديو في الشكل هذا. باهي، دونك اول حاجه نعملوها شنو؟ نمشيو للادمنستراسيون كالعاده، نمشيو المقالات، اضف جديد باش نجوتي ارتيكل جديد. الارتيكل هذا كنعطيو اسم، بعد نعطيو ديسكريبسيون. دونك لي فيديو الكل عملوا لهم ديسكريبسيون، مش لازم تكون ديسكريبسيون كبيره، مفيد ديسكريبسيون صغيره باش تبدا واضحه. سيليكسيوني الكاتيجوري كالعادة، حاجتنا بيها هنا باش تكون في وسط الفيديو. فوالا، اختار فيديو، اختاروا الصورة البارزة. دونك احنا نشوفوا لنا البارتي هذه الصورة البارزة اللي مش تظهر من الاول بالكل، المينياتور. دونك بالنسبة للصورة البارزة تمشيو للفيديو اليوتيوب باش نخدم على الفيديو يوتيوب كلهم، يعني اي فيديوهات تستحقوا، يعني حاشتكم بيهم تابلوديهم على الشين كالعادة، ومن بعد تاخذوا المينياتور. دونك انا ما عنديش فكرة على الفيديو برشا، هي اسهل طريقة انك تعمل لها بريم اكران كاو تاخذ مينياتور عاش هكا بار اكزامبل. تجي لنا مثلا كيما يجي جوست، انا باش نعمل ان اكزامبل برا. يعني المفيد لازم تصويرها مينياتور على الفيديو هذيك، مثلا تاز دوش سماع. بعد نرجع للمقال، الصورة البارزة نختارها كالعادة، بعد كليك على رفع، تحديد الملفات، تختار الإيماج تاس دو، هلا عمل لها الأبلود. تاو جست نعمل تعيين الصورة، هلا تزدت. دونك هذه مش تظهر كوم مينياتور. توا الفيديو، بالنسبة للفيديو ما نزيدوش لنا، جوست لنا نحط التكست هكا. بالنسبة للفيديو نجيو لنا في خيارات هذه متقدمة، نختارو في العرض لنا نختارو فيديو. في الفيديو لنا جوست نكوبي التكست نتاع اليوتيوب، مثلا نمشي نختار ثاني الفيديو هذايا، اختاروا اللين هذا كوبيوه، كوبي نرجع للمقال نعمل له كولي. هلا تبع النجم زاد على فيميو، زاد فيدلر كويك هولو تترا، يعني ديلي موشن. هذا بالنسبه لليوتيوب كيفاش تعمل، جوست كوبي اللين وتحطه لنا، ومن بعد سيتو، بعد جوست تعمل له نشر فقط. هلا تنشر تاو الفيديو، كان نمشيو تاو لنا الفيديو ربريك فيديو باش نلقاو تزيد. هلا دونك هالمينياتور ظهرت لنا، نلاحظو كي نحط الكورسور تطلع وحدة تاع لكتور فيديو، دونك ديجا السيت قاعد يقرا فيكم فيديو. ديسكريبسيون لنا، دونك لنا باش نحطو ديسكريبسيون، ديسكريبسيون مستحسن تكون يعني حكاية تروا ليني حاجة كيما هكا باش تملى الفراغ هذا الكل وتجي تحت اكمل القراءه. باه كي نكليك يعني على الفيديو واش مش يصير، باش يطلع لي الفيديو هو الاولاني عكس لي زارتيكل الاخرين يطلع التيتر قبل. دونك الفيديو مش يطلع الاول، تحته التيتر والبتي ديسكريبسيون على الفيديو هذاك سي تو. باه كي مش نرجع باج داكي تاو باش نشوفو الكاتيجوري الموديول اللي زدناه وقتها نتاع الفيديو، لان نعطو لوتر. فوالا هذه اخر فيديو دخلناه، دونك هي مش تظهر الاولى بالكبير. دونك هذاك هو اللي صار. دونك هذه الفيديو الخاصيه هذه شوفوها، كان عجبتكم نخليوها سينو نحيوها، يعني انه كي تكليكي عليها تطلع له سور بلاس، يعني الفيديو تتقري تتحل في بوب اب كيما هكا في نتر صغيره، ونجم يقراها بالطريقه هذه.
When the days are cold and the cards are folding, the saints we see are made of gold. When your dreams they fell and the ones we have are the worst. كل جالوري يعني تقول باش يخرج كليك على برا ولا بالإشاب. نفس الشيء بالنسبة له. هذه عادية، هذه الطريقة العادية يعني، بس كليك عليها تشتغل عادية. هي المستحسن هذه، علاش هذه؟ خاطر تعطيه فوكس كامل يعني على الفيديو باش يركز عليها وينجم يباركوري الجالوري الكل. حسنا فوالا، دونك كيفاش تجوت يعني فيديو، دونك اجوتيو لي فيديو نتاعكم حطوهم على اليوتيوب، مستحسن اليوتيوب خاطر ديجا حتى البوب اب هذه تخدم على اليوتيوب كاو. دونك ديما خدموا باليوتيوب. التصويره كالعاده تصوير نحطوه علينا، وما تنساوش هذه خيارات متقدمه، تختاروا فيديو علينا وتحطوا لي نتاع الفيديو هكا، والتكست لنا والتيتر سيتو. مرسي.